يقول تقدمت لخطبة فتاة تم ترشيحها لي وهي على خلق وعائلة كريمة لكنها غير ملتزمة بالزي الشرعي وتضع مكياجا وأنا غير راضي عن هذا، ولما تكلمت معها بهذا الشأن قالت هذه حرية شخصية. أنا أقول انحش، صحيح لا تأخذها من الآن تقول لك حرية شخصية، باتر تلبس لباس غير شرعي وتقول لك حرية شخصية وتكلم الرجال تقول لك حرية شخصية، لا لا، إذا كان هكذا وأنت لا تقبل هذا لا ليست حرية شخصية، هذا حرام. أنا أقول ابحث عن غيرها، والحمد لله البنات كثيرات.